يعني بغض النظر عن هذه المباراة، يعني فريق يمتلك ليونيل ميسي ومبابي ونيمار وراموس وفيراتي ودوناروما وحكيمي وماركينيوس، فريق مثل هذا يخرج من الدور ثم النهائي لرابطة الأبطال، أنا أعتقد بأنها جريمة يجب أن يحاسب عليها أولا المدرب ميدو. لا يحاسب عليها من عين المدرب. يعني جايك ميدو يحاسب عليها المدرب من بدا المشرع القطري نحسبه. لا اليوم الإدارة ما كان ماشي هي اللي سيرت المباراة، يعني الإدارة هي اللي راهي تغير في كل موسم مدرب. معليش ميدو، لكن الإدارة غيرت المدرب في بداية الموسم وأعطت له فرصة. أوكي. اليوم اللي سير المباراة من؟ المدرب. المدرب. أنا شفت مدرب ناجلسمان، مدرب شاب نشيط يصرخ يتفاعل يعمل تغييرات، عاش المباراة على الأعصاب، وشاهد في الجهة المقابلة مدرب هامد الجثة. يعني والله ميم ديسيبلين وسان دي فيستير ماشي نفس الانضباط على مستوى غرفة تغيير الملابس على المستوى الفني. واحد ومام كل مدرب عنده طريقة كيفاش، كل مدرب عنده طريقة مثل هذو لازم تكون حماسي باش تحمس اللاعبين. طريقة تسييرك للاعب. أنا أقول لك بأنه برود، أنا أقول لك بأنه برود مدرب باريس سان جيرمان انعكس على لاعبين. صح. وصراخ ونشاط مدرب البايرن انعكس ايضا على لاعبين. انا هذه النظره تاعي. شوف في بعض الاحيان كاين دي جوار جاب ميدو جاب جوان دو لي بوسي نتاعو ان طونك انترينور جاب جوان دي بوسي ا بارتي دو بون دو مدرب ما يقدرش يصرخ مثلا في وجه مبابي. يقدر يصرخ في وجه مبابي؟ لا ما يقدرش يصرخ. ما يقدر. يقدر يصرخ في وجه ميسي؟ مستحيل ما يقدرش. حبيت تقول باللي قالتي كبير عليها فريق باريس سان جيرمان. كبير عليه كبير عليه بزاف الصحافه الفرنسيه. ونزيد نقول لك اخطر عنصر اليوم، انا نزيد نكررها، اخطر عنصر وانشط عنصر في البي اس جي كان سيرجيو راموس، مدافع راموس. كيفاش المدافع راموس هو اللي صنع او خلق افضل فرصتين في المباراه؟ محمد انت تكلمت على المدربين، انت تكلمت على المدربين، نظن باللي المدربين اللي جازوا كاع من اللي بدا البروجي تاع القطريين نظن باللي سيتو خال اللي لحق للفريق الى نهائي اللي خسر مع البايرن. حتى لورون بلو كان لورون بلو كان بصح لورون بلو خسر باقي في مع تشيلسي في ويتيام دي فينال الموسم اللي بعدها، ومعدا جابوا انشيلوتي. انشيلوتي من احسن المدربين في العالم. امين. كومبواري، انشيلوتي، بلون، امري، توخال، بوكيتينو، غالتي، سبع مدربين في 11 سنه. في 11 سنه. وكيف تحب تدي دوري ابطال اوروبا وانت بدايتك الكروية 1974؟ يعني كانت الناس ريال مدريد مثلا كان عنده 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا، فرق أخرى كانت عندها باع طويل في كرة القدم. الفرق بين مشروع باريس سان جيرمان ومشروع مانشستر سيتي هذا هو من حيث الاستقرار على مستوى الطاقم الفني. السيتي منذ خداو الفريق مارك هيوز، بعده جاء مانشيني، بعده جاء عفوا جاء الشيلي المتواجد في ريال بيتيس، مدرب ريال بيتيس الحالي اللي كان في ريال مدريد الماغو بيليغريني. بعدها جا مانشيني، بعدها شكون جا؟ باب غوارديولا. اربع مدربين في حقبه من 2004 على حسب ما اعتقد 2005. يعني تقريبا نقولوا من 2006 فين استقرار في 17 سنه اربع استهلكوا اربع مدربين. البي اس جي منذ 2011 المشروع القطري لغايه 2023 12 سنه سبع مدربين كاملين اشرفوا على هذا الفريق. بداوها بانطوان كومبواري المدرسه الفرنسيه، مشاو للمدرسه الايطاليه انشيلوتي، بعدها عادوا للمدرسه الفرنسيه لورون بلو، بعدها جاء الاسباني امري، ومن بعد المانيا توخال، ومن بعد بوكيتينو الارجنتين، ودروك حسبته انشيلوتي كان زيد لك امر ميدو. ومشاو بعدها لقالتي. شوف هذا التنوع وهذه الافكار، وماهيش مدرسه واحده بين الفرنسيه والاسبانيه والايطاليه والانجليزيه وكل عام. هذا الموضوع اللي حبيت نتحدث عليه. امين، يعني باريس سان جيرمان لا ينتدي بلاعبين من اجل ادخالهم ضمن خطه الفريق او ينتدي بلاعبين بعد استشاره المدرب. اعتقد بانه كان ينتدي بلاعبين اكثر للشو الاعلامي. لما تنتدب لاعب مثل بيكام ماذا سيفيدك في تلك الفترة؟ لما تنتدب لاعب مثل إبراهيموفيتش وتاخذه يتصور امام لا إبراهيموفيتش أمام كل صراحة قلب بي اس جي مرحلة نو كانوا معاه افضل ما داو الشامبيونز ليغ. لما تنتدب ميسي تقول لي صح عملت شو اعلامي وديته وتصور امام لا تور ايفال وعملت ضجة اعلامية وجلبت الانظار وارتفعت بورصة الدوري الفرنسي بين الدوريات. ميسي وحده ما يقدرش يجيب لك الشامبيونز ليغ، لازم معه فريق. حبيت شفناه في الكوب دي مون في كاس العالم، الفريق غير متوازن. صح يا امين. في شوف اللي تابع يعني بي اس جي هذا الموسم تبعنا، انا نشوف قال لي ماتش تاعهم تشوف بانه الفريق يلعب بنصف فريق،
نعطي لك انا اشوف مع دوناروما في الذهبه دوناروما ماركينيوس والثلاثي الذهبي ميسي مبابي نيمار هذ الخمس لاعبين هما اللي كانوا يلعبوا. نقول لك شنو هو المشكل؟ بقيه اللاعبين ادائهم متذبذب جدا. ميدو كان تشوف المقابله تاع بي جي، المشكل في البي جي شنو هو؟ مبابي لا يسترجع كورات، نيمار ما يسترجعش كورات، ميسي ما يدافعوش، عندهم شوف هذيك الساعه عندهم الثلث هذوما لاعبين في ثلاثه ما يدافعوش، ابار بارابور لهاد الثلاثه نيمار يدافع خير منهم شويه. عندك فيتينيا ماشي ان فري ريكيبيراتور، واحد مقاتل كيما نقولوا كيميش ولا ما على باليش انا، تلقى غابي تاع بارسا جان صغير 17 سنه تشوفوا كيفاش فوق الميدان كيفاش يلعب بحراره، ولا خصهم لاعبين اللي فريمون يديفونديو الفريق. انا نعاود نرجع للفكره تاعي ما خليتنيش نكملها امين. البي اس جي انتدابته للاعبين غير مدروسه، ساحيل السؤال لرشيد، ما فائده جلب لاعب مثل بيكام، لاعب مثل ابراهيموفيتش، لاعب مثل راموس، لاعب مثل نيمار، لاعب مثل شوف ما عدا مبابي حتى ميسي، حتى عمليه جلب ميسي فيها الشغل الاعلامي اكثر من اكثر من معليش نوصل الفكره قطع على احسن لاعب في التاريخ تاع كره قدم. لا واش راني نقول لك، فهمني امين، قلت لك ميسي لا يليق بطريقه لعب البي اس جي، هذا ما قلته لك. لا هذا ما انا نقول لك باللي يليق، هذا ما قلته لك. والدليل انه ميسي في الموسم الاول قلنا يعني وجدنا له اعذار، وقلنا صح هذا العام ميسي من احسن لاعبين في بي اس جي في الدوري زيد امين محمد، امين سيفري ماشي ليزيكيب تاع كيما الباير نونت ونيس وكذا، مي شامبيونات دو فرانس كاين ناس بزاف بالك تستحق شامبيونات دي فرانس بارمي لي مير شامبيونات دو مون، وشامبيونات واعره بزاف محمد باش نقولها لك، باسكو ثاني كاينه حاجه ويقول لك ميسي حبيت نسقسي، شفناه في كاس العالم شفناه ميسي انت حبيت نسقسيك 35 سنه تسناه يولي 18 مات ويطلع كيما كان، هذيك صفقه ميسي فيها الشغل الاعلامي اكثر منه، اكثر منها لاعب يفيد الفريق على ارضيه الملعب. والدليل على انه كلامي صحيح يا امين، ميسي انت جابوا ميسي باش يفوزوا بالدوري الفرنسي، هذا غير معقول لانهم كانوا يفوزوا بالدوري الفرنسي بدون ميسي وبسهوله كبيره. الان لما ميسي هاو جازوا العامين تاع ميسي في باريس سان جيرمان والبي اس جي خرج مرتين متتاليتين من دوري الابطال ودور ثم النهائي، ما مشاش حتى للربع او للنصف النهائي مثل ما كان يفعل، وميسي الان في جوا مثلا يرحل، ماذا استفادت البي اس جي من ميسي غير الشو الاعلامي، غير الشهره، غير الاشهار؟ هذه انا معك وهذه انا مساندها، وانا نقول لك بانه جلب ميسي، جلب نيمار، جلب ابراهيموفيتش، علاش كانوا ياخذوا اللاعبين؟ ابراهيموفيتش فهمني علاش كانوا ياخذوا اللاعبين؟ احسن هداف في تاريخ يا اخي، تقول لي انا نعطي لك انا احسن هداف في واش؟ في تاريخ الفريق لا في تاريخ البي اس جي، لانه فريق ما عندوش تاريخ. كيفاش لاعب يلعب عامين او تحسين الهدافين يا امين، كيفاش لاعب جاوبني على هذه، كيفاش لاعب يلعب عامين او ثلاث سنين في فريق يصبح الهداف التاريخي للفريق؟ هذه تبين لك بانه هذا الفريق مثل ما قال ميدو مؤسس في 74 ما عندوش تاريخ كبير. احنا ما قلناش عنده تاريخ باش تولي الهداف التاريخي لريال مدريد مثلا او لبرشلونه، على بالك على شحال لازم تلعب في ريال 450 بيت كريستيانو رونالدو، لازم تلعب 400 سنه ضوئيه باش تقدر تحقق هذا الارقام. لكن لما تلعب في فريق ما عندوش تاريخ كبير في عامين تقدر. مبابي الان مبابي اصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، بدا البارح متى جلب هذا؟ واش حبيت نقول لك؟ حبيت نقول لك بانه انتدابات كانت للشغل إعلامي، والدليل أنهم كانوا يأخذوهم لأكبر معلم في مدينة باريس إمالة محمد من أجل أخذ صور تذكارية أمام التوريفة. هل ريال مدريد أو برشلونة لما كانوا يجيبوا اللاعبين يدوهم لمناطق سياحية يأخذوا الصور سيبيلاس محمد يدوهم للملعب لأنه الملعب هو تاريخ الفريق؟ هذه وجهة نظري. دقيقة، أنت أعطيتني كما نقولوا حاجة باش نجاوبك بها. أنت واش قلت لي؟ قلت لي بي جي ما عندوش تاريخ، عندوش تاريخ كبير. اليوم بي جي كي يخرج من الدور الثوم النهائي الناس ما تزعفش عادي. علاش كلها زعفان؟ انت كي راك تقول لي كيفاش يجيبوا صرفوا انا قلت باني انا قلت في هذا البلاطو حبيت يديروا مشروع بي جي، انا قلت في هذا البلاطو باني لن اناصر البي اس جي ولن اناصر منتخب فرنسا، هذه قلتها من قبل. معليش محمد، احنا اليوم رانا نتحدوا تناصر ولا ما تناصرش، احنا اليوم رانا جينا هنا باش نحلوا مقابله باش نهضروا. لكن فريق اللي عنده هذ اللاعبين الكبار وفي ارماده من اللاعبين ويخرج من هذا الدور، قلت لك هذه جريمه. صح صح هذا واش قلت؟ انت واش تشوف؟ انا حتى واش راك تشوف؟ واش كيما نقولوا يخسروا اموال واش يجيبوا من لاعبين وما قدروش يتحصلوا على الشامبيونز ليغ؟ نعم، ما مانشستر سيتي
ثاني ضيعوا بزاف اموال. نظن باللي الفريق صح. الوحيد اللي صرف اموال في في في, في, في الطاهره كاع اكثر من ريال مدريد اكثر من مانشستر يونايتد نظن ومازال ما تحصلش. ورانا نشوفوا سيتي من احسن الفرق اللي يقدر يربح باير ب3-0 يقدر يربح ريال مدريد مليون ما تقدرش يتحصل على تشامبيونز ليغ. انا نظن الكاس هذه نقول لك تعمل لو تحب التاريخ ولازم سيفري لازم تعمل عليها ولا بصح مين داك الفوتبال ماشي علم دقيق ماشي ماشي انا نقول